حكم بتاع كرة قدم حتى حكم بوكس ما يدخلش هيك. ايه بصراحة كانت مقابلة على وجهين, ما انت شفنا المقابلة قبل والله مدبية ما تحكيش امور فنية, مسيرش علق على الامور, ما فهم ما يتحكي, مش نقعدوا نغلطوا في المواطنين ونقولوا راهو لعب 4-4 تحكي لي على صور امامك وتفضل علق. انا نحب نعطي كلمة خاطر يزي فيه البركة من الكورة ويزينا من كلام الفير بلاي ويزينا شو رجلي قزقز نتصل به يعني ما يجاوبش على تليفونه, نحترمه خاطر حبيت نسمعه, لازم نسمع على طرف الكل اش باش يقول لك بالله. لا نحب نسمع في رجلي قزقز شنو باش يقول لي, اما انا في اتصالاتي مع مسؤولي وملاعبي نادي القربي يقولوا لي استفزاز مستمر ومتواصل منذ طريق المباراه حتى في عمليه الاجتماع الفني من شكون من رجلي قزقز من رجلي قزقز هذا اللي يقولوه هما اذا راهو نقلا على نادي القربي في الكلام في السبيتش في طريقة التعامل. احنا شفنا وانه اللقطة اللي شنجت الاعصاب لقطة التغيير سي وسامة بخزر, يعني شافوا انه قرارات الحكم استفزاز يعني خرجهم من المباراة. سي وسامة بخزر خارج في وسط الميدان, فريق ربح كما اي لاعب تونسي يتمشى عادي باش يربح الوقت خبث كرة ويسميوها احنا اعطاه بطاقة صفراء. هاي لقطة بربي خمسة في اوروبا موجودة اعطاه بطاقة صفراء هوني شو هوني كيفاش يعني يمشي لاعب مستقبل المرسى يدفعوا وسامة بخزر عادي بربي جدا بربي نقصوا على صورة لهنا خاطر مجرد سؤال لهنا كي باش نفهم ونكون واضحين ساعة لاعب مستقبل المرسى هل عنده الحق باش يدفع لاعب النادي القربي يقول له ازرب ولا لا هذه حالة أول يعني إذا كان عنده الحق فإنه ردة الفعل الثانية إذا كانت تستوجب العقاب فالمفروض اللقطة الأولى تستوجب أيضا العقاب وإذا كان الأولى ما تستوجبش فالمفروض أن اللقطة الثانية ما تستوجبش هذا ممكن واضح يعني مش كبير وليد خليني نكون واضحة مع الحكم هذا بالذات انا يمكن الحكم هذا شد لي وانا نكون الحكم هذا الاسبوع الفارط شد الملعب التونسي اتحاد بن قردين انا كنت في الملعب غادي وتفرجت في المقابله حقيقه وليد يعني وليد من شخص شو لا مش نشخص مش المساله نحن عندنا شوف النادي القربي والمحايد النادي القربي من انظف الفرق يا وليد وتمشي تلعب في قربه على انظف الفرق ولا على اوسخ الفرق نحن نحكيو على لقطات بالحجه والصور لعنا مقوله لعنا استفزاز ولا دايره كله بربي في 30 سنه وكنت تحب من بعد يعني ما شخص وليد نحن نحكيو على انا نحكي على الاستفزاز ولا على نقاط مدونه نحكيو على صح بربي سمحت اسخن ماتش في الجورني ما نكذبوش على الرواح خلينا نكمل التسلسل نتاعي في 30 ثانيه ما كمل التسلسل نبدا انا بلقطه وسامة بخزر يعني تو الاربيتر اوكي صرامه وتضيع وقت لكن الاربيتر قبل ما يطبق القانون 100% وهو مطالب بتطبيق القانون ثم سبيتش وثم تعامل انا نجي فخر الدين قلبي ياخذ ورقه صفراء في الفوت اللي بعده مش يرفع فخر يريض روحك راهي ربما الحمراء باش تجيك مو نذكر نستحفظ على الملاعبيه نستحفظ على الجو العام نرتح الملاعبيه لحظه بربي سامحني فخر هذه النقطه الاولى خرج وسامة بخزر ورقة حمراء اللي أنا بصراحة رأى الحكم وأنه في اعتقادي وأنه بطاقة صفراء كانت كافية فيما يخص العقوبة الإدارية الصفراء الثانية هو خارج وردة فعل وباش تعطيك بعد ورقة التحكيم شنو فيها خاطر لا أنا مش نسألك على شنو تم تدوينه في ورقة التحكيم المشكل الأساسي هو الحكم في ورقة المقابلة ما حطش أنه هو خذي كارتون دو جون ثانية شنو حط؟ حط انه هو ضرب المنافس هو هز بطاقة حمراء مباشرة على ضرب المنافس وما عطاش بطاقة شوفوا اللقطة نعاودوا اللقطة لا مش رفع الصفرة لا مش صفرة ثانية وما رفعش بطاقة صفراء يوجه لاعب مستقبل المرسى اللي هو تصرفه خاطئ شنو جايبك انت تدس فيه خليه بينه وبين الحكم كان يحب حمراء مباشرة وهي مسبوقة بصفرة في لقطة أخرى ومن بعد شفنا راهو ما عادش يحكيوا على كورة شو محبين اقتحام ما يدير من المحبين تخمير وهزي. توقف المباراة في أكثر من مناسبة صحيح تشتت معناتها حتى علاش زيادة راهو إذا نحسبوا التوقف نتاع المباراة في ثلاثة مرات أربع مرات نوصلوا إلى 20 دقيقة أكثر. الحكم أضاف أكثر. ستة دقائق كوقت بديل وآخر الأخبار عندي ما لعبهمش الستة دقائق في الأثناء ربيع بربي لقطة تدخل شكري قزقز منذ البداية ذيك ونختموا بها الموضوع لقطة تدخل اللقطة هذيك رشدي قزقز الملمول الحكم حسب انا عارفه يبعد شويه بشراء كان فما يعني حوار بين الملاعبيه ما يمشيش يحز هكاكا لازم تكون الرؤيه واضحه ليه من الملاعبيه الكل باش كيخو قراراته تكون صايبه في الاخير هذا الكل ما يبررش الاعتداء اللي صار على الحكم رشدي قزقز الحكم يبقى حكم الاعتداءات شفنا بليل قلبي
اعتداء على الحكم. شفنا مهدي قدين هادي شوف هذه ورقه التحكيم هذه بربي خلينا عندي في الصوره بتاع المباراه هذه اللي مدون في التحكيم مع اللي مش راضي يكتب الحكم مش راضيين برشا الاعتداء على الصوره ربي سامحني خرج شويه بقى رجع الصوره هذه ربيع ومحمد علي شريف والبقيه اللقطه هذه برك هل الحكم له الحق في التدخل بهذه الطريقه مع ان حد شيء ضد الحكم ولنا اصدقاء للحكم تشوف التدخل هنا بوكس مباراه بوكس ساعه يظل يعطي لكمه هو جاي دونك لهنا حزم هل للحكم الحق بالتدخل بالطريقه هذه ام انه يبعد شويه او بعد يعطي العقوبات اللي نعرفه مع يعني اللي نعرفه في الكوره في هذا المعرفه الصغيرة وأنه يزم الحكم يبعد ويترقب كما قلت تشوف تقول هذه وبعد يعطي العقوبات نتاعه هذا اللي نعرفه باش كان يدخل بالطريقة دي باش كان في كلمة أخيرة راني أنا أكحل أبيض أبيض شو زيدا شفنا بعد الحكم المساعد سي عبد المجيد يعني على أرضية الميدان الرجل طاح شفنا الاعتداءات أنا عندي الصور واضحة وعندي ورقة تحكيم قديمي سيتم الاعتماد عليها عندي ملاعب يدرس قل كورة الملاعب يتخمر هستيرة أما يخمم في مصلحته يخمم في مصلحة الفريق متاعه أنا عندي مش نحكي شوية عن المقابلة هذه بصراحة مش نحكيه فنية احنا ما نبرروش معناته اللي صار هذا في قربة واحد كل شيء قربة معروفة من 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 فخر من أريض من أريض فخر أما المشكلة المشكلة الأساسية اسكندر وش أقولك لحظة فخر الدين مش تحكي عن المباراة فنيا فنيا الحقيقة أو مش عن التعليق مش نحكيه فنيا مش نحكيه على المقابلة مش نحكي فنيا مش أقولك بصراحة اللي على حسب ما سمعنا معناته رئيس النادي الرياضي القربي فما تراكمات معناته مش من المقابلة هذه بركة اللي صار هذا الكل فهمتني نعرفه قربة نتصور منه من أريض البلايس في تونس وعمرنا ما شفنا حاجة كما كان الحقيقة متى ربي وحياتي فخري مش هذا عمرنا ما شفنا معناتها ما نتصورش من لا شيء ولا من لقطة بسيطة إنه بيصير حاجة كما هكا هذه معناتها أنا متأكد هذه البداية عابر سيمر خلينا نشوف الصور شنو صار بربي بعد المباراة كيفاش تم الاعتداء الحكم أعطينا الصور خلينا نشوفوهم شو يعني بربي هذه المحب يعني كيفاش تم يعني اقتحم أرضية الميدان يعني والحمد لله نقفوها مانيش مبرر هو ماهوش اول محب شوف سامح الميدان ولكن ليه للتبرير مثل هذه الزوز راه ثم اخطاء من الزوز كسوا من الحكم ولا من اللاعبين ورقه المباراه تسلم في مركز امن في بالها في بالكمش ورقه المباراه الحكم خرج مخرم حجرات الملابس فما ورقه المباراه الكتاب العامين نتاع المرسى وقرب وقرب سامحني بربي ما تحكين في هذا هو كما كنت تتحدث فخر الدين ردت فعل النادي القربي اللي ما عندهاش حتى تبرير هذا متفقين فيه الناس الكل ولكن يقول لك شكون يخلص لي حقك ماكش باش تاخذه بيديك بالطريقه هذا هذيك متفاهمين فيه وتو حتى كنت راجعوا انفسكم يعني باش تلقاو رواحكم انكم تسارعت ولكن في المقابل زاد ناس تقول لك انا تقهرت قول لك انا مظلوم دي اسكندر سماتشي قول باش ياخذ له حقه سماتشي الحكم تعاقب الحكم بتجميده لأربعة وخمسة او حتى نهايه الموسم هل هذا يرضي مع التاريخ اللي حكم تعاقب بالسكان ما سمعت انا حتى مره حكم في تونس تعاقب هذا المحب هذا مثلا الناس مدرب يخدم جمعه كامله مدرب يخدم اسبوع كامل الرئيس جمعيه في اللي خلص في اوتيل خلص في كار باش تحولوا اللاعبين معناها نجم تصير كارثة حتى مع الجمهور اوريزمون معناها بط واحد ولا اثنين معناها بوم احنا مش لكن الحكم يلزم يكون انتليجون كي يحس باش تصير حاجات كيما هكا يحاول يريض يحاول يكون انتليجون يا وليد قبل الوقت والزفاره فما كلمه فقط باش نكمل مستقبل مرسى في كليمه خاطر الفرق الكل فما بلاغ اصدر منذ قليل هذه الصوره كمل هذه فما بلاغ اصدر فريق المستقبل الرياضي بالمرسى وانه يندد بالتصرفات هذيا وفريق مستقبل المرسى في كان لقيت الكلمة فوالا في البلاغ نتاعو متأسف على اللي صار في المباراة من أحداث عنف وأحداث عنف غير مبرر تجاه لاعبي ومسؤولي وكما أكد على صرامة الحكم صراحة اسكندر نختم معك اللي شفناه احنا بين الفريقين بين النادي الرياضي القربي وبين مستقبل المرسى شفنا روح رياضية كبيرة بصراحة حتى تويك التشكيات روح رياضية وين؟ روح رياضية بين الفريقين صراحة معناتها بين الفريقين المشكل الأساسي القرارات التحكيمية اللي قلت لك راي سازفوها أن هي تبنيت على تراكمات مايش من مقابلة هذه بركة معناتها ما تصورش راو الناس أي إنسان راو مش احنا مش على المقابلة هذه بركة في المقابلات الكل راو أي إنسان يحس بالظلم ينجم يعمل دي رياكسيون أكيد ما نبروش حاجات هذه من كليكة أما راو أخيب حاجة أنه هو إنسان يحس بروحه مظلوم دورنا هو نور الرأي العام نورنا الرأي العام
هذا بالحجة بالصورة مش كلام نجيبوه من عنا، والبقية للرابطة الوطنية للتحكي للرابطة الوطنية المحترفة شنو باش تصدر قرارات هذيك تو نكتشفوها في وسط الأسبوع. مش المباراة اللي بعد وسط الأسبوع ولا الجمعة الجاية والله ماني عارف بالضبط، هذه عادة الاجتماع ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة غدوة ولا بعد ننتظروا ثلاثة ولا الأربعة.